نسأل حول هذه التداولات رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإيكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد، شكرا على وجودك. خليني أبدأ بهذا المستوى اللي عم نشهده للذهب، يعني أعلى مستوى بتسع سنوات، أيضا عم بيحلق. إلى أي مدى عم بيستفيد اليوم الذهب برأيك من ضعف الدولار، الحزم التحفيزية اللي عم تطلقها الدول الأوروبية والاقتصادات، يعني هل هي داعمة بشكل مستمر لهذا الارتفاع؟ يعني بالنظر إلى الارتفاعات التي تواصل للأسبوع السابع على التوالي، الذهب والفضة يرتفعان بشكل واضح. طبعا يعني النظرة الأبرز هي إلى الزيادة في أحجام التداول والزيادة في التدفقات النقدية الداخلة إلى الصناديق الاستثمارية التي تتداول بالذهب. هذه الزيادات ماذا يعني لم تدخل إلا باستهدافات طويلة متوسطة إلى طويلة الأجل، و نظرا لتخوفات من انخفاض القدرة الشرائية للعملات إجمالا وتوجه نحو الذهب كملاذا آمنا بما يتعلق بأزمة كوفيد-19، وفي نفس الوقت تحسبا لانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع في مستويات التضخم، وأيضا لأن الذهب عم يعمل لنا باترن مثل يعني صارت واضحة، وهي ارتفاعات في هذه الصناديق لتغطية أي انخفاضات قد تحدث في الأصول ذات المخاطر المرتفعة. الذهب يتمكن من تحقيق هذه المستويات المرتفعة، ومستوياته القصوى أو الأعلى تاريخيا أصبحت قريبة جدا وقابلة للتحقيق. الآن السؤال الدائم، هل يعني أكثر المستثمرين يسألون هل لا يزال الوقت مناسب للذهب لمزيد من الارتفاعات؟ نعم، الذهب حقيقة يملك من الزخم بنتيجة برامج التيسير النقدي وبنتيجة سياسات التسهيلية والقروض الرخيصة وانخفاض القدرة الشرائية التي قد تمتد لفترة أطول في ظل فيروس كورونا. من المتوقع للذهب أن يتجاوز حتى مستويات $2,000 للأونصة بهذه الدعم خلال فترة قصيرة متمثلة بهذا العام، خصوصا مع وجود حجم الكبير الذي يعني يزداد أكثر وأكثر. عندنا من ثلاثة أسابيع كان 2.6 تريليون دولار أمريكي يتم ضخها في صناديق الاستثمارية المرتبطة بالذهب، عفوا 2.6 مليار. نحن عم نتحدث عن أسبوع واحد يتم ضخ هذه الكمية، إذن يوجد لدينا طلب كبير على الذهب في الوقت الراهن كافل بأن يدفع أسعار الذهب بالاتجاه الصاعد، خصوصا مع توقعات بمزيد من التيسيرات النقدية من بنوك مركزية حول العالم، آخرها كان المركزي الأوروبي. نعم، الضعف اللي عم نشوفه بالدولار رائد، يعني وهو أيضا أدنى مستوى من 4 شهور، شو الأسباب برأيك أيضا اللي عم تضغط على الدولار، وهل لفترة طويلة ممكن على اللونج تيرم نشهد هذا الضعف للدولار، أم هي مرحلة مؤقتة حاليا؟ يعني حقيقة الضعف الذي يشهده الدولار الأمريكي هو ناقوس خطر بالنسبة للاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وصعوبة تعاملها مع الأزمة الراهنة وارتفاع في عدد الإصابات وعدم يعني وضوح الضوء في آخر النفق فيما يتعلق بأزمة كوفيد-19. الأرقام لا تزال في اضطراد في ارتفاع. رئيس الدولة عندما يتحدث بأنه بكلام عموميات وشموليات حتى اللحظة لا يعطي حلول واضحة أو بروسيجرز واضحة يتم التعامل فيها بخفض عدد الحالات، لا يوجد يعني التدابير الكافية الوقائية التي يتم اتخاذها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يضغط أكثر على مستقبل أن يقوم الفيدرال الأمريكي بمزيد من برامج التيسير، وهذا ما يدعم حقيقة ارتفاعات في أسواق الأسهم. يعني عمليا الأسواق الأمريكية والاقتصاد الأمريكي قائم فعليا على التحفيز اللحظي الآني المنتظر من قبل الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي يرتبط بشكل كبير بأي حديث عن الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي الأنظار ستتجه أكثر وأكثر نحو تفاصيل التصريحات التي قد يدلي بها جيروم باول أو أعضاء الفيدرال الأمريكي خلال اجتماعهم في القادم. نعم، بالوقت الحالي أيضا عم نراقب نتائج الأعمال للعديد من الشركات اليوم، مترقبين مايكروسوفت، تسلا، والسهمين يمكن بالأمس إذا ما تابعنا هم رائد يعني كان في عليهم بعض الضغوطات بالتداولات، هل هذا عم بيعطي إشارة بأنه الأرباح قد تتعرض لضغوط خلال هذه المرحلة بالنسبة للشركتين؟
أعتقد أنه مايكروسوفت التي سوف تعرض أرباحها اليوم من المتوقع أن تكون تحت الضغط بعض الشيء. طبعا عمليات جني الأرباح التي شهدناها يوم أمس هي التي سببت التراجعات على كلا السهمين اللي ذكرتيهم تسلا ومايكروسوفت، ولكن اليوم من المتوقع أن يكون التأثير يعني وضح أكثر تأثير أزمة الكوفيد 19 في الربع الثاني على عملاق شركة مبيعات البرمجيات وهي مايكروسوفت، وممكن أن يكون ذلك قد ظهر أيضا في يعني تقاريرهم التي صدرت مؤخرا، بالتالي ممكن يضغط ذلك على أسعار سهم مايكروسوفت في الوقت الحالي. ولكن تسلا يعني أعتقد السهم متقلب بنتيجة السيولة الضخمة التي تتقلب على هذا السهم، يعني يوجد هناك الماركت كاب المرتبط به لسهم تسلا يتقلب بنطاق واسع بالمقارنة مع باقي الأسهم الأمريكية، وبالتالي هذا ما يسبب الارتفاعات الحادة التي نشهدها أو الانخفاضات. يعني إذا ذكرنا أنه عملية التخرجات أو عملية الدخول على هذا السهم عم بتكون كبيرة جدا في الفترة الماضية، وهذا ما يسبب الارتفاعات الحادة وأيضا الهبوط الحاد اللي ممكن يتوقع أن يستمر بعض الشيء خلال تعاملات اليوم ويوم غد. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك.